وأخيرا تحدث على الشاب عن نتائج العلاج قائلا: الحمد وشكر لله، الصحة بخير ونتائج العلاج إيجابية، شكرا لكل من سأل عني للإطمئنان، شكرا لكم جميعا. أما فيما يخص الإشاعات المتداولة عن خيانة رملة الذويبي له، فإنه قدم شكوى ضد أخيه وابنته، وهذا ما صرح به على صفحته بالفيسبوك. أذن وكيل الجمهورية بفتح تحقيق قضائي على إثر شكاية قدمها محاميا في شخصي الأستاذ بلال تازني ضد السيد المنجي الشابي وابنته في خصوص هتك شرف وعرض امرأة محصنة والتهديد والابتزاز المتوقف على أمر وتشويه السمعة ونشر أخبار زائفة والقذف والسب والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واستندت في ذلك على تسجيلات وصور ومقاطع فيديو، وسيمثل أول الأسبوع أمام إحدى فرق الشرطة العلمية وإحالته على القضاء. لم أريد أن يصل الأمر إلى هذا الحد، ولكن تجاوز هذا الشخص كل الحدود ولم يراعي أواصر القربة وصلة الرحم، وأن يصل الأمر إلى التهديد والابتزاز المادي وهتك العرض والشرف علنا فهذا أمر مرفوض، ولن أرضخ إلى التهديد والابتزاز مهما كان الشخص، والقضاء بيننا وحسبي الله ونعم الوكيل. كما أنه يرد على هذا التصرف أو هذه الإشاعة قائلا فيما يخص زوجته: شنية هذا، تجاوزوا كل الحدود، قداش هزيت حمل وقداش عانيت من الهموم الجامدة، حاولوا يهدوك ويبتروك ويخرجوك من عقلك ما نجموش، أخرتها دوروها تشويه سمعة وهتك عرضك وشرفك اللي هما عرضي وشرفي، واللي يمسك مسني ما تجاوبيهمش توا، أنا نجاوبهم خليهم عليا. الناس مرضى كان الغيرة والحسد نعاني منهم سنين وتعودت، أما والله والله ما كل واحد ياخو حقه، وحسبنا الله ونعم الوكيل.